اليوم أمام منتخب المجري في بودابست وتتقدم خطوات إلى الدور القادم وتعلن بشكل أو بآخر بأن مشوارها سيطول في هذه البطولة مع منتخب بلاده. كرة ملعوبة الألمان، ومن الاستحالة أن يستسلم الألمان ومن الاستحالة دون أي محاولات تقليدية ومن دون جس نبض المباراة تبدأ. مر جنابري، دخل جنابري، مستمر لا زالت قائمة ملعوبة لكن عند حارس المرمى باتريسيو غبي الألماني يوخيم لوب والإصرار بالعب كلها أسماء تلعب كرة بمحاولة لمصلحة المنتخب البرتغالي. لا زالت تحت تسجيل اليوم من يسجل في هذا اللقاء قدم لاعبين على مستوى هذه البطولة. كرة بمحاولة ملعوبة عرضية دغازي عندما نجح البايرن في اكتساح الكل لازالت قائمة. لا 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 جنابري توماس مولر لازالت مستمرة وقائمة. أي قتال، وقت قد حان الآن 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 لكن أبعدت من أمام الألمان عادت في الآن وصلت إلى ديوغو جوتو جوتو جوتو. لا 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 يغلب واحد، لا يستعصي عليه أحد، يسجل في مرمى كل أحد، يسجل بهذه المرتدة، بهذه الكرة، بأقدام برناردو، برناردو تقدم مرس في الجهة اليسرى محاولة لمنتخب ألمانيا عادت لكروس يسرى من جديد مرة أخرى في مرمى مانويل نوير. البطولة كرة تصل عن طريق توماس مولر محاولة بعد ذلك في نوير ويتقدم لمصلحة المنتخب الألماني. الألمان من أجل التعديل الأولى أمامية ملعوبة الآن رأسية تهيأ تسديد تأتي لكن البطولة باتريك تشيك عندنا روميلو لوكاكو بهدفين. مهاجم يا ألمانيا المهاجم يا ألمانيا أين المهاجم؟ اللاعب ويليام كارفاليو عادت في الجانب المقابل محاولة مرتدة والكرة تعود بعد ذلك وصلت المحاولة عرضية داخل منطقة الجزاء. فريق مانشستر يونايتد جريرو يلعبها داخل منطقة الجزاء رأسية تأتي الكثير من الحماقات ليجعل ألمانيا أضحوج بلقب الأبطال بهذه البطولة. جرابري يدخل يتوغل والتدخل يأتي والثلاثين سنة كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء خطيرة أيضا في تلك البطولة كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء خطيرة قرب من دون مساعد. كرة بمحاولة ملعوبة لمصلحة المنتخب الألماني كاد أن يعاقب كاد أن يضرب كيف وكانت أكبر خسارة للبرتغال أمام المنتزه. لمسة إلى كوزنس أخرى ويسجل الألماني التعادل يسجل الألماني التعادل في لحظة الحاجة. فراغوسنس عرضية لا يوشوا عرضية داخل منطقة الجزاء جماهيرها أمر لن يكون مقبولا أبدا. مصلحة المنتخب البرتغالي خطيرة جدا للبرتغال إلى من إلى ما تأتي ملعوبة خطيرة جدا مستمرة لا زالت قائمة عرضية داخل منطقة الجزاء يسجل في مرمى المنتخب البرتغالي لتعود المحاولة بعد المرتدة ملعوبة أمامية خطيرة جدا عرضية داخل منطقة الجزاء حتى هذه اللحظة مرة أخرى من جديد. لا 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 30 بقميص البرتغالي يلعب كرة داخل منطقة الجزاء المحاولة من ركنية ملعوبة داخل منطقة الجزاء رأسية من رون جنابري ينطلق إلى الأمام جنابري في هذا اللقاء بطل منافسات بطولة الدوري المجموعة. كرة من أجل الثالث الآن عرضية داخل المنطقة نعم يأتي الثالث هذه المرة ألمانيا تسجل لنفسها لمكانتها لتاريخها ولأرقامها القياسية في البطولة اللقب في شك تبديل يسعى كان للبرتغالي رأي آخر كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء
الجزاء وصل الى ريناتو سانشيز يلعبها الى برونو فرنانديز داخل منطقه الجزاء من هذا المكان يا كريستيانو من هذا المكان يكون من اجل صداره هذه المجموعه اللي هو اوليفر كان وقبل ذلك انجليزي في الادوار القادمه كره لمحاوله ملعوبه داخل منطقه الجزاء سيب ماير هو اول حارس مرمى يحمل شاره القياده في المانيا تضرب بقوه في مباراه الكره في الجهات اليسرى وصلت الى ديوغو جوتا وهو طريق بيبي يلعبها الى ديوغو جوتا انطلاقه من يوشوا كيمش لا 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 كبرياء ويا له من كبرياء حضور واي حضور تاريخ ولا يمكن لهذا التاريخ ان يمحى هي المانيا في شوط المباراه الثاني مشاهدينا اينما كنتم كانت معها اسبانيا والبرتغال ورومانيا 2000 لتؤكد أحقيتها في الفترة الماضية كرة بمحاولة منطقة الجزاء خطيرة جدا كريستيانو رونالدو يعودون مرة أخرى وبأقدام ديوغو جوتا يسجل يقلص الفارق لمصلحة البرتغال هنا من خلال هذه المحاولة لا وجود في شوط المباراة الثاني والحديث عن غوريتسكا عادة إلى سيرته الماضية وأصبحت اليورو ب24 منتخب واللاعب اللي هو توني كروس إلى حارس المرمى مانويل نوير البرتغالي بمحاولة الآن كرة ملعوبة داخل أرضية الملعب البرتغالي كرة بمحاولة ملعوبة وصلت إلى رافا سيلفا بالكعب لكن أيضا ذلك عن طريق من كرة بمحاولة عند كريستيانو رونالدو بعد ذلك مانويل نوير حارس مرمى المنتخب